السلام عليكم بناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم شكيله ديال الحلوى بعجين واحده وبنكهات مختلفه وباشكال مختلفه كذلك، كيجوا رائعين في في الشكل وحتى في المذاق. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، فتقدروا تحضرهم في العيد او لا في يعني حفلات او مناسبات هكا صغيره، فخليكم معايا. فعلى بركة الله هنا غادي ناخذ الزبدة 250 غرام، يعني تكون بحرارة المطبخ، وكنضيفوا عليها كاس ونص ديال السكر سنيدة. كنحاول انني نخدمها مزيان حتى بعد ما خدمنا الزبده والسكر سنيده، هنا كنضيف البيض. عندي 4 ديال البيضات كاملين. هنا كنضيف كاس ونص ديال الزيت النباتية، وبطبيعة الحال كنستمروا يعني نخلطوا يعني المكونات ديالنا حتى كيمتزجوا. وغادي نبدا كنضيف الطحين شيئا فشيئا، وغادي نضيف عليهم جوج خمارات حمرين او لا جوج خمارات ديال الحلوى. هاد العجينة كتكون مسمسكة وما تكونش يعني قاسحة. هنا من بعد مجموعه العجينه ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا، غنجيب قصريه اخرى فاش غادي يعني نحاول انني نقسم العجين على ثلاثه باش غادي نقسم كل شكل يعني بنكهه. بالنسبه للشكل الاول فهنا غادي فلون ديال الكراميل اللي غادي نضيفه على العجين مباشرة. وكنضيف الطحين باش كنكمل يعني نجمع العجينة.
كنحتفظوا بالعجينه ديالنا من بعد ما جمعنا، كنغطيوها كاب السلوفان وكندوزوا للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني اولا العجين الثاني اللي قسمنا، فهنا كنضيف ليها الكاكاو المر وكنضيف معها فلون ديال الشوكولاط. كنزيدو نكملو يعني بالطحين حتى كتجمع لينا العجينة مزيان. نفس الشيء يعني كنحتفظ بها جانبا وكنغطيها بالسلوفان. بالنسبه للشكل الثالث والاخير فهنا غادي نضيف له ساشيه ديال الفاني مع فلون بنكهه الفاني، غادي نمزجهم مزيان وغادي نزيد الطحين باش كنجمع العجينه ديالي ما تجيش خفيفه بزاف. ناس نكونوا كملنا يعني النكهات ديالنا اولا العجين بالنكهات المختلفه اللي اختارينا، فغادي نبدا كنشكلهم على شكل غريبات. كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا يعني جميع الكميه اللي عندنا، وكندخلهم الفران بطبيعه الحال يطيبوا من بعد ما نكونوا سخنا الفران يطيبوا ويتحمروا ونطلقوا للتزيين. هنا من بعد ما طيبنا الحلوه ديالنا فغادي ندوزو للتزيين. بالنسبه للشكل الاول اللي نكهناه يعني بنكهه الكراميل، فغادي نزينو هكا بالكراميل نيسلي كراميل مع الكاوكاو هكا مهرمش محمر ومهرمش بهذه الطريقه هذه. فغادي ناخذ واحد الكميه اللي غادي تكفاني باش غادي يعني ندهن الغريبات ديالي وندوزهم هكا في الكاوكاو مهرمش. Thank you.
غادي ندوزو للشكل الثاني اللي درنا له نكهه الفاني. فغادي نحتاج هنا كوفيسير ديال المشمش كنخلطو مع شويه ديال الزهر، وغادي نحتاج الكوك اللي غادي ندوز فيه الغريبه ديالي. فكنحاول انا نمزج هذاك المزهر مع الكوفيسير ديال المشمش وكندوز فيه الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا. كنعاود كنزينها بالكوك وكنستمر بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للشكل الثالث هو الاخير اللي درنا له نكهه ديال الشوكولاط. هنا غادي ندوب الشوكولاط عادي يعني بطريقه سهله، وغادي نحتاج هنا فيرميسيل ديال الشوكولاط اللي غادي ندوز الغريبه ديالي في الشوكولاط وكندوزها في الفيرميسيل. تيكونوا هادو هما الشكيلات ديالنا ديال الحلوه اللي حضرت معكم. الصراحه كيجيو هائلين في المذاق وحتى في المنظر، يليقوا يعني المناسبات او الاعياد هكا، كيجيو اقتصاديين. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليوا لي الراء ديالكم يعني اسفل الفيديو. بالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.